مساء الخير عليكم كلكم، يا رب تبقوا بخير. الفيديو ده يعني ملخصا كده هنتكلم عن التجارب بتاعتنا اللي حصلت في الفترة اللي فاتت على تجديد فيزا أمريكا أونلاين من غير مقابلة في السفارة الأمريكية هنا في الكويت. تمام، ملخصا كده احنا يعني قدمنا 4 حالات. تمام، هنبدأ نقول لكم كل حالة عملت ايه، وبعديها هنشرح حالة تفصيلية اللي هي فيزيتها قدامكم دلوقتي، الأمور مشت ازاي معاها. تمام، احنا أولا قدمنا 4 حالات، في 3 حالات منهم ظهروا وحالة لسه في السفارة حاليا. الثلاثة اللي ظهروا 2 منهم أخدوا الفيزا، منهم أسرة كاملة أب وأم وطفلين، ومنها زوج لوحده جدد فيزته لأن مراته اوريدي فيزتها سريع. تمام، والحالة الثالثة ريفيوزد، اترفضت ومفروض في انتظار مقابلة، ودي الملحوظة اللي كنا قلناها قبل كده، وبرضو لأول مرة يتابع معانا. التجديد أونلاين الرفض بتاعه مش معناه رفض زي المقابلة، لا هو رفض بينزلك للمرحلة الأقل، ما بتبقاش استفدت بالتجديد اونلاين وبتنتظر تحديد مقابله، وطبعا السفاره قافله حاليا. خلينا نشوف الاول او نشرح الحاله اللي هي اللي كسبت الفيزا، اللي هي الاسره الكامله والفيزا بتاعتها قدامكم اهي. تمام، والتاريخ بتاعها بدايتها من 6/8/2020 وبرضه 5 سنين عادي. تمام، خلينا نشوف كده مع بعض البروسيديور مشت ازاي. انا هجيب لكم من الاول كده، ثانية واحدة. تمام، طيب خلينا نجيب مع بعض كده الحالة مشت ازاي من الأول. تمام، دي كده أول حاجة عايزين بس ألفت نظركم ليها، ده كان تاريخ السفر المطلوب، لأن السؤال ده دايما بنتسأله، هو أنا إمتى أكتب إن أنا هسافر أو سفريتي هتيجي إمتى؟ هو بكل بساطة أنت بتفكر بشكل موضوعي إن أنت إمتى فعلا تقدر تعمل سفرية حقيقية اللي انت هتبقى سياحة وتروح وتيجي فيها. فطبعا كان الاختيار اللي احنا اخترناه في شهر 6/2021، وده من الناس اللي دايما تستغرب السؤال ده، تقول لك يا معقول اللي انا هقدم قبليها ب6 7 شهور؟ وارد طبعا، وبالذات ان كورونا حاليا دلوقتي ما تشجعش ان انا مثلا اقول كريسماس او حتى شهر 1 او 2، وبيخش في الموضوع ده طبعا عوامل الطقس بتاعت امريكا في الوقت ده. فشهر 6 كان من العوامل المميزة اللي احنا اخترناها مع صاحب الفيزا، وهو بيسمع الكلام يعني. بس دي أول نقطة مهمة عايز أوريها لكم. طيب تاني نقطة عايزين برضو نركز عليها. طيب دلوقتي أول لما بنعمل الأبليكيشن بتعمل الأبليكيشن لكل واحد، ودي خطأ من الأخطاء الشائعة جدا لكل الناس بيكلمونا بيوقعوا فيها قبل كده. مقابلة يعني سفارة أمريكا لما تيجي تملى أبليكيشن، أنت بتملى طبعا بتدفع في البنك المعاملات، كل معاملة حوالي 51 دينار وربع، فالناس بتفتكر إن هو دفع الـ4 معاملات الأب والأم طفلين معناها إن خلاص كده، يعني أكتب أبليكيشن واحد يمثل الأسرة، وبالذات إن الأبليكيشن فيه اسم الزوجة إيه وأسماء الأطفال ومين مسافر معاك، فبيفتكر إن خلاص كده. لأ، أنت بتملى أبليكيشن لكل شخص فيهم. تمام، دي أول ملحوظة مهمة. خلاص كتبت الأبليكيشن، المفروض تجديد الأونلاين، إحنا طبعًا اتفقنا تكون فيزتك ما خلصتش يعني أو خلصت آخر 12 شهر. تمام، يعني ما يكونش عدى عليها أكتر من سنة. ممكن تبقى سارية؟ أه ممكن تبقى سارية، وهنقول لكم ملحوظة كده في الآخر، فكروني على الحالة اللي اترفضت لأن الموضوع مهم. يبقى 12 شهر ما عداش عليها سنة، تكون مطلعها من نفس الدولة بي 1 بي 2، اللي فيها الناس قاعدة بتسأل قبل كده اترفضت قبل كده طيب وبعد كده أخدت الفيزا ودلوقتي هجددها، في سؤال أجاوبه إزاي اللي هو اترفضت ولا لأ قبل كده؟ سألنا السفارة وطلع إن أنت تكتب لأ، طالما أنت اترفضت وبعد كده أخدت الفيزا خلاص يبقى أنت في حكم إن أنت ما اترفضتش قبل كده. خلاص بتجمع الأبلكيشن وبتعمل ليتر المفروض تكتب فيه أنت رايح ليه، غرض الزيارة، تقول بعض الأماكن اللي أنت هتروح فيها هناك، وتحاول تكون منطقي شوية في اللي أنت هتكتبه طبعا، أو أنت هتشرح بالظبط إيه اللي هيحصل. تمام، مهم جدا الخطاب ده مع الابليكيشنز الـ4 في الحاله دي، ومع وصل البنك، مع طبعا كشف حساب وشهاده الراتب، لان في ناس فوجئنا بيكلمنا يعني اترفضوا بسبب ان ما ادوش ولا ورقه، كانوا فاكرين التجديد اونلاين ده كده زي بيس اوف كيك، يعني ان انت بتاخد الفيزا على الواقف. لا طبعا في مستندات مطلوبه. يبقى قلنا وصل البنك، قلنا الاستمارات اللي هي الكونفرميشن،
والغرض الرحله، كشف الحساب، شهاده الراتب، وبتبقى في بعد كده كل حاله بقى بيبقى ليها حالتها. يعني مثلا في واحد راح يزور اخته، بنحط مثلا جواز الاخت. كل حاله بتتفصل كده، بيبقى ليها بعض الورق اللي بيتضاف في الكيس بتاعتها. تمام، بتلم الكلام ده كله وبتروح على ارامكس. طبعا بيبقى طالع لك حاجه اسمها ويفر ليتر، وبتروح وتوديها ارامكس. تمام، الحاله دي احنا راحوا ارامكس انا فاكر قبليها بيوم، يعني راح يوم 27. طبعا انتوا شايفين هنا، يعني ده اتقابلت راحت الحاله في السفاره الامريكيه يوم 28، تاني يوم على طول. تمام، وده كويس لان في بعض الحالات قعدت 3 ايام. احنا يعني عايزين نشوف دلوقتي تقريبا اللي هو التايم لاين بتاع الموضوع ماشي ازاي. بعد كده دي خلاص الابلكيشن ريسيفد في السفاره، بيبدا الاوفيسر او القنصل هناك يدرس الحاله وكده. وبعديها فعلا من يوم 5/8، يعني حوالي بعد 8 ايام، وده يعتبر كويس برضو، طلعت الاستيتس دي. طبعا الناس بتستغرب الادمنستريف بروسيسنج دي اللي هي الاجراءات الاداريه. في معلومه هنا معظم الناس ما تعرفهاش، حتى اللي دخلوا مقابلات قبل كده واخدوا الفيزا، ان انت لما بتطلع يوم الفيزا، يوم ما انت مقبول وموظف يقول لك مبروك ويديك الورقه الخضراء او ما ادهلكش، لو انت عملت كشفت على الستيتس بتاعت الفيزا هتلاقي الكلمه دي موجوده. اذا الادمنستريف بروسيسنج دي بتطلع في حالتين، سواء انت اخدت الفيزا فعلا اول يوم او يومين عقبال ما الفيزا بتتحط في الجواز بتبقى الستيتس كده، او ان هي فعلا زي ما مكتوب تحت كده ان الاجراءات بتحتاج الى اسابيع والكلام ده. دي ساعتها الموظف بيبقى عايز فولو اب على الحاله، ودي ساعتها بتملى استماره كبيره كده، بتبقى انت عشت فين اخر 15 سنه، كلها حاجات اخر 15 سنه، سكنت فين اخر 15 سنه، الكلام ده كله تبقى استماره غلسه شويه. تمام، الحاله بتاعتنا جالها الادمنستف بروسيسنج دي يوم 5/8، وطبعا احنا قلنا له مبروك لان احنا فاهمين الدنيا من الاونلاين ده اللي شفناه الفتره اللي فاتت، لان اللي متابع موضوع الاونلاين ده موضوع جديد من شهر يمكن اخر 6 او اول 7. بعد كده على طول تاني يوم يبقى يوم 5/8، يوم 6/8 على طول حصل لها ايشود، وفعلا استلم الفيزا على طول. اعتقد 6/8 ده كان يوم الخميس تقريبا او يوم الاربعاء، اعتقد الاربعاء، واستلم الفيزا النهارده الحد اللي هو 9/8/2020. في طبعا زي ما اتفقنا ان في حالتين احنا معانا منهم الحاله دي اخذت الفيزا. عايزين نركز بس في ان كان في نقط مشتركه بين الناس اللي اخذت الفيزا. اول نقطه انه كانوا مسافرين امريكا قبل كده كذا مره بالفيزا بتاعتهم السابقه، كانوا معاهم فيز اوروبا قبل كده وسافروا يعني قبل كده اوروبا مش أول مرة. تمام، النقطتين دول كانوا مشتركين بين الاتنين. طيب اللي اترفض، يعني حتى الناس اللي كلمونا في حالات اترفض برضو كلمتنا كانت بتدردش معانا ونعرف منهم ايه الأسباب، غالبا أي كونسيرن صغير. يعني مثلا في ناس مثلا ممكن يكون راح ولد بس في أمريكا ورجع، ده بيبقى كونسيرن لأنك أنت بتبقى كأنك راح أمريكا بس تولد وخلاص. تمام، في ناس تانية مثلا ما راحش بالفيزا، مثلا ما سافرش اي حاجة برضو اترفض. في ناس اللي قلنا لكم عليها ناس سافروا 100 مرة بالفيزا بس للأسف ما يعني ما وداش ولا ورق، طبعا ريفيوز. النقطة المهمة اللي عايزين نقولها هنا، ريفيوز اونلاين مش معناها ان انت اترفضت نهائي، بس دي معناها ان انت هتعيد مقابلة او هيتحدد لك مقابلة، بس للأسف المقابلة لسه حاليا كل السفارات قافلة زي ما انتم عارفين، وكله منتظر المقابلات تفتح، بس دي طبعا بترمي الطلب. المفاجاه بس اللي كانت حصلت مع العيله اللي اترفضت طبعا ان هم كان فيزتهم كانت ساريه، ودي نقطه مهمه كده نحط تحتها كذا خط، كان معاهم فيزا ساريه لغايه نهايه شهر 10 تقريبا، جالهم ريفيوز وهيتعمل لهم مقابله، وللاسف اتختم طبعا ريفيوز على الفيزا اللي كانت ساريه، لان طبعا الموظف بيقول يعني اكيد هو من حقه ان انت ما تسافرش بالفيزا دي وانت لسه معلق لك قرار تجديد، فبيبقى لغى له الفيزا دي. والنقطه دي مهمه عشان لو اي حد عايز يقدم على تجديد فيزا لسه ما انتهتش، يبقى حاطط في دماغه الاحتمال ده ان هي ممكن تترفض ويحصل اللي حصل مع الحاله اللي هي اترفضت. تمام، كل حالة زي ما اتفقنا كل حالة مختلفة عن التانية، كل حالة ليها قصة، الموضوع مش ببساطة اللي انتوا فاكرينها يعني، لا كل موظف فعلا من الحالات اللي احنا شفناها وسمعناها، لا بصراحة الموظفين يعني فعلا أذكياء وفاهمين الحالات اللي قدامهم، والموضوع شبه واضح فعلا، بقينا نعرف ممكن نقول لك انت ممكن هترفض ولا هتتقبل. يعني تحت أمركم في أي وقت لو عايزين أي أسئلة، حتى اللي بيكمل الأبليكيشن لنفسه وعايز أي سؤال يكلمنا، وإحنا تحت بالتوفيق للجميع ونشوفكم دايما على خير.